به؟ هذا رئيس الجمعية قال هكا. خلينا نقول لك أنا إيش معناها الأداء؟ فهمنا أنت إيش معناها؟ أنا مش فاهم كان هذا هو البصر والبصيرة. فما فرق ما بين أنا كي ما نحبش واحد، كيفاش تحب نحلل تحليل موضوعي؟ هذه الأولانية. ثاني حاجة أنتم ما تتصوروا الترجي الرياضي التونسي لاعب معناها هز كأس وبطولة معناها من غير لاعب، شنو المنطق؟ سيكوا معناها المنطق؟ تعرفوا أنا هزين بطولة وكأس للتذكير ومترشحين لكأس الكونفدرالية، شنو ما تلعبش كلام عام كلام فضفاض وين جاي؟ سبيل طبعا كمدرب وفني رأيك في هذا الموضوع الإصابات وضرورة اللي هو مدرب الترجي مش معناها كشخص ولا أنا نتاع لعب 39 مقابلة، في 39 مقابلة ربح 28 مقابلة، تو 28 مقابلة الكلها ما نلعبوش فيها، هو مش معقول كلام معناه ما عنده حتى تبرير وكلام معناه ما عنده حتى تفسير. النقطة الثالثة معناها كتقولوا هكا تشكوا حتى في السماح اللي قاعد يقول في الكلام هذا ومتمادي في الكلام هذا. فريق تعرفش المعدل نتاع احباء الترجي الرياضي التونسي السنه الفارطه قداش؟ معدل احباء الترجي الرياضي التونسي 15,000 محب كل مقابل المعدل. تتصوروا معناها احباء الترجي الرياضي التونسي جايين على خاطر خالد بن يحيى برك والا جايين على كولور جمعيتهم جايين باش يتفرجوا في جمعيتهم، وكان ما جاش فما حاجه تقنعهم ما يجيوش هال 15,000. هذه النقطه الثالثه. النقطه الرابعه ديما احنا انا نحتكم ديما للراي المنافس اللي ضد، خاطر مهم برشا نقرا ديما لي ديكلاراسيون تاع المدربين ولا اللاعبين اللي لعبوا ضد الفريق تاع انا. اذا من ادعاها وعليه البينه يقرا لي ديكلاراسيون تاع المدربين وحتى ويشوفوا مدى معناها اعجابهم بالترجي ولعب الترجي الرياضي التونسي. في الاخر وليس اخرا معناها في الاخر اذا ما لقيناش معناها حل، واذا ما حب حد يتقنع اللي احنا الترجي الرياضي التونسي قاعده تقوم في مقابلات ممتازه، وتعرف فما بالمناسبه نحل القوس هنا، تعرف كي تشد واحد تقول له كل يوم خايب 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 ولا يشك في روح له بالحق خايب، سي با فري في اسبيرونس. على كل حال النقطه الخامسه اللي انا نحب ناكد عليها كي ما نفهموش انا ورازي على حل، انت تشد في البوزيسيون تاعك وانا نشد في البوزيسيون تاعي. بالمناسبة هذه وعلاش انا معناها حبيت نجي لهذه باش نثبت معناها ادعاءات باطلة حقيقة. على كل حال معناها كل انسان حر في رأيه. نجيبوا ناس واحنا ناس مدربين نجحت، واحنا في تونس بارك الله عندنا العديد من المدربين اللي نجحوا. وانا في الترجي علاش نقول لكم جمعية كبيرة في الترجي الرياضي التونسي عندنا الأشرطة نتاع المباريات نتاعنا بكل الأشرطة بكل، نجيبوا هالمدرب الناجح اللي خبير ولا تو هو وقتها يقول لنا ينذر الترجي، خاطر كي تجي تقول الترجي ما تلعبش كلام فضفاض يا سيدي، انا الترجي هز دوبلي والترجي ربح 28 مقابله والترجي 15,000 متفرج والديكلاراسيون تاع اللي يلعبوا ضدنا الكل، نجيبوا خبير يا خويا باش نجموا معناها نفضوا هالخصومه الرياضيه الممتازه اللي احنا نعملوا في 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 في, في العموم نشطوا في الساحه الرياضيه. ديبا كما اليوم نقعدوا على قل جماعه واحنا نحكي فيه في كل ممتاز كل ممتاز. سليم والله بالنسبه اذا كان باش نحكيو على الفون جو نتاع الاسبيرونس وعلى نجم نقارنوا مقارنه بسيطه، صحيح كون الترجي الرياضي معناها هز دوبلي الموسم الفارط، لكن بس صحيح كون الترجي ما عادش يفرج كما قبل، هذا لا جدال فيه معناها سواء اعترف به خالد ولا ما اعترفش به. تبقينا بالله هي انا مش نسال قدامي بحذايا مدرب وقدامي مدرب نبيل معلول كي مشى للسي بي وعمل فون جو وعمل ناس تكور وعمل معناها فريق اخر مشى للكاف مشى للنادي الافريقي كيف عمل هذا كله معناها وكان ناجح برسمك، شكون اللي رحمه؟ شكون اللي رحمه؟ قال والله نبيل معلول خلاني كيف تكور ما جابش ريزولتا، قالوا له تفضل. فهمتني؟ زاد خالد بن يحيى تصور انت معناها بلاش ريزولتا، انا فون جو تسال عليه وانا فرجه ولا عنده ريزولتا نتاعو تغطي عليه، كيما صار لنا مع المدرب الوطني، المدرب الوطني عمل لنا باركور معناها 2004 انتوشاب، حتى ما عاد ينجم يكلمه، يا خويا ريزولتا معاه ما نجمش تنقذه، تو ريزولتا وانت تقول لي راهو تلوج على الفون جو، عمل لك لاعب فهمت خارق للعاده وبعد ياكل لك زوز ثلاثه، باش ترحمه انت ترحموه.
وهذا اللي بها تسليم انه خالد بن يحيى عامل نتائج وحب من حب وكره من كره. ولكن رغم هذا ايش معناها حب من حب وكره؟ معناها النتائج موجوده لكن رغم هذا النقد يعني عكس الكلام اللي كان يقول فيه النقد والحمله موجهه ضدك. النقد شيء طبيعي لازم منه النقد ديما موجود سواء كان فما حاجه لازم ناخذوها معناها بعين الاعتبار. جمعيه كيما الاسبرانس كبيره برشا كبيره برشا برشا النقد ديما موجود فيها والكومبلوات ديما موجود فيها ملي الله يرحمه شي سيشاد لي زويتن بعد الاستقلال الى حد الان سي عزيز زهير مرور كل لي بريزيدون دو كلوب الكل اللي موجودين كتبت انت موجود في بلاصه تخدم على روحك وتسكر وذنيك وتكمل ثنيتك خاطر حتى حد معصوم من الخطا. نحب نرجع لحاجه تونس الكل انانيم لي سوبورتير دو ليسبيرونس الكل انانيم انها ليسبيرونس مش تقدم في مردود به ماتش الكلوب والاسبرانس. حاب نرجع ماتش الكلوب والاسبرانس فما دقيقتين بين ديكلاراسيون نتاع مدرب الترجي وبين رئيس الترجي دقيقتين بالضبط ديكلاراسيون كونتراديكتوار الاثنين رئيس الترجي الرياضي التونسي او نبدا بمدرب الترجي الرياضي التونسي يقول انه الترجي لعبت مباراه كبيره كرات اون بروفوندور كرات في العمق لعبنا مليح غفصنا النادي الافريقي الوغ كو سي با فري. لا ما يلزمنيش نقولوا انا عمري تلمون احترم من الجمعيات وعمري ما تعدي شنو الفاض احنا غفصنا انا ليه لا لا شنو المنطقه دي ليه ما لناش شنو غفصنا عمري نلعب انا في الكره عادي ليه الترجي الرياضي التونسي لعب احسن من النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي لعب احسن من النادي الافريقي احسن من النادي الافريقي وقت اللي رئيس الترجي معناها قبلها بدقيقتين نطلب قال من جمهور الترجي الرياضي التونسي في حصة الاحد الرياضي انه يصبر علينا شوية تو اللعب الباهي يجي. هو انا نعرف لو ريزولتا نارينا فوار افيك اللعب الباهي ولا اللعب الخايبرة المطلوب من المدرب هو يربح يسون فو لعبت مليح ولا ما لعبتش مليح لو درنيت سي سوسي. اما انا شنو نقول بالملاعبية اللي موجودين عندنا في الاسبرانس واللي موجودين توا تنجم الاسبرانس تلعب خير ولازم مدرب الترجي ولا غيره كما عملناه وانتقدنا مدرب السي اس اس انت ما جبتوش كارك جبته زاده ومدرب النادي الافريقي برترون مارشون كيف كيف في وقت احنا موجودين هنا باش ننوروا الراي العام مانيش موجودين هنا باش نغلطوا العباد باش ننوروا الراي العام الحاجه اللي نشوفوها نقولها انت تكون تحب النبي تكون باهيه ولا تكون خايبه تحب فريق يلعب لا لا انا نحب فريق ما يلعبش ويربح كل حاجه تحب فريق يعجبك فما مدرب ما فهم كيفاش باش تهزوا التيتر اما ملعبيه فيها اوساتور كيما الترجي الرياضي التونسي فيها ملعبيه وكبيره وعودتنا باللعب الباهي الاسبرانس عودتنا باللعب الباهي تتحب الجمهور نتاع الترجي مش كلامي انا هذا كلام الجمهور كلام الصحفيين مش كلامي انا مش انا قلت الكلام هذا هذا جمهور الترجي يقول فيه باهي نبيل نمشيو الان مع الدفعه الثانيه مباريات كاس الرابطه وتنمي الرياضيه ومن بعد نرجع للاستوديو.